للمزيد من المتابعة معانا على التليفون دكتور هاني إسحاق، مفتش الصحة بالمنيا. دكتور هاني مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وبسألك طبعا عن تفاصيل هذه الصفحة اللي أكيد هتوفر خدمة لناس كتير أحيانا بتبحث عن ذويهم مش بيعرفوا يعثروا عليهم. إن شاء الله. هو في البداية كان بيبقى فيه عدد كبير من الجثث مجهول الاسم والهوية، بيعثر عليهم مثلا في حوادث الطرق أو في غرق، أو مثلا واحد يكون مسافر في قطر ويتوفى في القطر ومش معاه إثبات شخصي، أو في بعض جرائم القتل. فالجثث دي كانت يعني بتوضع تحت تصرفات النيابة العامة، وبعد كده النيابة العامة بتطلب تقرير طبي عن الحالة، وبتكلف الأدلة الجنائية بأن هي تاخد بصمات وتعمل صور تصور الجثث يعني. وبعد كده بتمر فترة 15 يوم أو 21 يوم على الجثث دي ومحدش بيسأل عنها، فالنيابة بتؤمر بدفن الجثث دي في مدافن الصدقة الحكومية. تمام. طبعا في ناس كتير بيبحثوا عن اولادهم ومش عارفين ان هم ماتوا يعني. جات الفكره دي ان يكون في موقع رسمي للاعلان عن الجثث مجهوله الاسم والهويه في المنيا، وقدمنا مذكره لمعالي المستشار رئيس النيابه العامه، وكاتبه مشكورا وافق على انه ينشا الموقع ده علشان يساعد الناس ان هم يوصلوا لجثث ذويهم يعني. في تواصل مع الناس يعني، في بداية تواصل ولا لسه الصفحة مش متعرف عليها؟ لا، هي لسه الصفحة أنشئت لسه امبارح، اه واتنشر عليها بالفعل جثة مجهولة الاسم والهوية في مستشفى، في مشرحة مستشفى ملاوي المركزي، ويعني الناس لسه بتعرف يعني، ونأمل إن شاء الله إن الناس احنا هنا بنتكلم بس على تعرف. مستوى المنيا، مش على مستوى الجمهورية. لا، على مستوى محافظة المنيا بس. تمام، طبعا يعني فكرة طبعا إيجابية جدا، ربنا يجازيكم خير عليها. بنتمنى أن يتم تعميمها في جميع المحافظات. شكرا لحضرتك دكتور هاني إسحاق، مفتش الصحة بالمنيا.